العافية حبايب الشباب، ورشة الفاح. سريع سريع شوفوا من وياي. يعني سك السيارة عشان ما تعرفوا الرقم السري. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. يوسف الملا. يوسف الملا من المملكة العربية السعودية. نعم. يا مرحبا ومسهلا والله. وياك اخوك صالح مشاري العبدلي، وان شاء الله اليوم طالعين ورشة دفاع. خلينا نشوف اخونا هني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا باسمك. فهد البشير. والنعم والله فهد البشير. ابو ناصر؟ ابو جاسم. ابو جاسم الله يعطيك العافية. انت عارف نظام الورشة؟ الله يعطيك العافية. أي مشكلة صحية عندك؟ أي لا ما في شيء. الحمد لله رب العالمين. يلا عيل خلص شغلك. يلا تعال بالظل. أبو علي. أبو علي تعال بالظل. شلون أهل السعودية؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبين. الحمد لله. عسى عسى يا رب عسى. هو شوف يعني مبدئيا يعني أول شيء تعرفه لازم تعرف المرعى الأرض. أكيد. إذا توفرت اللي الحين راح تشوفه ويانا بأي مكان بالعالم راح تحصل نفس السمكة ونفس طريقة الصيد. طبعا هني ما شاء الله الشباب عندهم خبرة الأوليات كلها، يعني النقاط الأساسية وكلها يعني، لكن احنا نبي نطلع الحين وراح يركز تعليمنا على طرق الصيد، لأن اللفاح الشباب عندهم خلفية ما شاء الله ومجربين يعني، وإن شاء الله خير. الله يرزقك. نشوفكم بعد شوي. تبارك الله. هذا اول شعم برشتنا اليوم. طبعا حجم فاخر. نحب الحجم الفاخر. بس خلنا راويكم شغلة. يا شباب شوف وياي. عرفنا بنفسك. يوسف الملا السعودية. يوسف الملا من السعودية من جبيل. متعني جاي عشان يسجل بالورشة ويتعلم على الدفار، وهو نأخذه من الناس يعني. هذه أريح ورشة أنا طلعت فيها ما علمت شيء، وهو وخوي فهد. فهد بشير. الله يعطيك العافية. من الشباب. طبعا فهد بشير من الكويت ما شاء الله عليهم. نواخذه تشويح ما شنو مياري كل شيء يعرفون، يبون بس طريقة أو مكان الشعب. الله يطول اعمارهم يطول اعماركم. طبعا الكاميرا اعطتنا ديد اعطاكم عمرها. نشوفكم ان شاء الله على خير. اخوكم مصالح شارع عبدلي. فمان الله. كلمه حق الربع. الله يعطيك العافيه مصالح. ما قصرت. الله يسلم. سامحنا على القصور. ما من قصور. كلمه حق الربع. تسلم ما قصرت. طول بعمرك. طبعا ما تعلموا شيء لان ما صدنا شيء، فسامحوني على القصور يا الربع. الله يطول اعمارك. الله يسلمكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. عرفنا باسمك. منصور المزيدي. والنعم والله. طف سيارتك عشان طبقة الأوزون. منصور دير بالك على طبقة الأوزون، ما حد ثاقبها إلا أنت وخليها قاعد تشتغل برا. هذيل الشباب اللي طالعين وياي ورشة. الله يعطيك العافية. عرفنا باسمك. عبد العزيز الشايع. والله وستين نعم. عبد العزيز الشايع هذا صاحب الأفنيوز، اللي يبي شيء يكلمه. الله يعطيك العافية. شلونك؟ الله يسلمك. خليك عدل يا العصا ما شاء الله. هذه اليوم خذيتها؟ ايه ما شاء الله. اقلب ما عليك امر. ما عليك امر بس. صح شغلك ما شاء الله. اسمع تبارك الله شيء مرتب. حرير خلنا راويك بس عشان، لان انا اذا بسوي لك ما راح تتعلم. ايه حرير يكون تحت القايدات. تبطل الدراج. هذا ليش يبطلونه؟ عشان تقدر تسحب. اقصد وقت الصيد تخليه وقت الصيد. لا ما تبطله، صكه نص كذي عشان سمكه ما تقص الخيط. اذا شدت وياك اذا كانت قويه ممكن تقصه. عبره بالقايدات على ما اجيك انا. يا
ويانا الاخ الثالث الهاجري. هلا بالحبيب الله يعطيك العافية. هلا بالحبيب الله يعطيك العافية، كيف حالك؟ شو صحتك؟ ان شاء الله زين؟ الحمد لله. جاهز شغلك؟ ان شاء الله. مرد عمرك طيبة؟ الحمد لله. يلا الله يعطيك العافية، خلنا نشوف الشباب على ما يردعون، ناطرين واحد بعد. تكفى ولا منو؟ يا جماعة مشعل بقماز راد من تركيا على البحر. امس واصل. عليك السلام. شلونك؟ الحمد لله على السلامة، شلونك؟ ان شاء الله طيب؟ ربي يحفظك، جاهز؟ يلا يلا خلنا نزل اغراضنا. يلا يلا عطني. الله يعطيك العافية. تكفى تكفى طال نقصة من تركيا. جايب لي ميادير من تركيا. الناس تجيب كنافة وبقلاوة جايب لي ميادير. عارف رفيجة زفر. الله يعطيك العافية اخوي عبد العزيز الشايح. ناخذه بس مبين عليه انه اول خل عادي عادي. اول مرة للحين شوف. انا لي بالخاص ما لي بالحيك. مبين عليك. يا الربع اخوي عبد العزيز الشايع اول مرة يقلب سنارة ويدفر ويلفح. شو التشويحة؟ شوح عبد العزيز. مركب ال 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 المايكرو جيك بيت. ما شاء الله. الله يعطيك العافية. تو طاقم التصوير عبد العزيز الشايع أول مرة يلفح وصاد له شعر هالكبر على التبوتر على الربيانة. شو شعورك تكوى؟ والله الله يعطيك العافية. قاعد أشوف الخيط يروح ويقرب. يلا جرب 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 مرة ثانية. يا جماعة البركة هني هالصوب ها؟ إي إي. هاش الهاجري هاش ما شاء الله. شوف التشويحة يا جماعة. عبد العزيز انت قول لهم. ما راح اقول انا. كم مرة لفحت؟ اول مرة بحياتي. اول مرة بحياتك. أيوة. تسمعون شباب الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الله تبارك الله. هذا الشايع ذبحهم اول مرة. بس لحظة لا تطوي لا تطوي. شوف القوس هذا احتمال يفلت الميرور عليك فدير بالك. ايه هذين اللي شفتهم سليب الدو هذين. لا مو ربع. كه تفضل يا جماعة. اول مرة يلفح للحين هو اللي صايد. ما شاء الله تبارك الله تشويحة. والحين عرف شلون يبرز اسمكه ويشيل الميادير والسيفتي ويقط اسمكه بالقرقوب. الله يعطيك العافية. اقوى ما عندك اقوى ما عندك. ايوة صك ال... اي شلون الهواء تقويسه هذه هذه التقويسه اللي صارت هذه من الهواء التيار لان خيطك خفيف. خيطك ياباني مو امريكي. فاسحب. مو طبعا مو عيب الخيط الياباني بس خفيف وايد يعني. اسحب اسحب اسحب. نزلت بالسناره ارفع الماكينه كذي. اسحب شوف كذي توجه. شوف الخيط الحين اسحب. الميرور هناك شوفه. شوف الخيط بالماء. اسحب على اتجاه الخيط دايم. لا تسحب الميرور هناك. تسحب كذي نزل. لا نزل فوقه. خليك كذي. لما تحس انه يحوش حاش صخر بعد اسحب اسرع. علق تسوي كذي. شوف واحد اثنين طلع. بس مو بقوة طبعا شوية. عاش الشايع. ما شاء الله ما شاء الله. معذبهم قسم بالله معذبهم. البيع المركبة على الميرور انسى انسى. عاش الهاجري وما شاء الله. يا جماعة تشويحته للمطلع. ما شاء الله ما شاء الله. لا حق كرنك مو جرك. الجرك تستخدم تويتش. التوب ووتر تستخدم تويتش. هذيله كرنك. الكرنك بس هو اسم التكنيك اساسا كرانكينج. بس طوي ما تسوي شيء. ايه واللي قفز اكبر من هذا هم كرنك. اي يصير ديب هذاك اكثر ينزل اكثر. اي تك تك شوف هذا الشعم على الاتومك البرتغالي. منو صايده شلو تك. كم بيكون سعيد قسم بالله بطل. شوف يا جماعه شوف
ترى الوحيد اللي قاعد يصيد عبد العزيز الشايع. دكه شو مسوي انت بحياتك؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الحجم يا الربع، شوفوا الالوان. ها المهم شباب، اللي يلقى يزع عنابيه او حمراء والهاندل مالها اسود، ترى مالتي ابو صالح. حق اخوكم مشاري العبدلي ابو صالح. هني الشباب الجروب وياي، وهناك احنا مكان الريال هذاك فقدناها اليزة، اللي حصلها شبك اسود والهاندل اسود واليزة حمراء. شكرا لكم. مشعل ابو قماز، شوفونا هذا مشعل ابو قماز. امس واصل، لا امس الفير واصل من تركيا. جماعة يدق علي من هناك يقول انا جايك، لا تطلع ورشة انا جايك. هذا اخوي ناصر مزيني سوبرمان، انا اسميه سوبرمان بطل. جد مو يا الربع صايد مزيدي اخوي. الله يرحمه. شوي ما شاء الله. شوف 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 البدحة، شوف تبارك الله. شوي شوي تب السنارة، لا تنبض، بطل البيلي. هذه بدحة، هذه بدحة وطيبة. شوف تبارك الله تبارك الله حجم. شوف شلون لاشطها ما شاء الله. زومبي صارت. مجرب المزيد يبيك تلفح كذي بعين السمكه. شوف شوف يا جماعه تكفى. ولك من صدقك ما يطوف عبادك بتروحين يعني خاف صدق بس. مقلى اليوم. العين العين طلعها فيها. عندك فيها تكفى. شوف شوف لا اله الا الله. النقطة يا الربع ان تاكل عدل. وجبة الاولى الريوق طبعا اذا كانت طلعتك بالساعة 9-10، الساعة 6:30 انت متريق. اهم وجبة هي الريوق، وتحاول ان تركز على الهاي بروتين. يعني حتى الكارب تاخذ الكارب المعقد اللي هو الكارب الاسمر او الخبز الاسمر توست اسمر. الهاي بروتين تاخذ عندك تاخذ فول، تاخذ بيض، تحاول يعني زيت زيتون، سلطات، يعني ويا الفول والبيض يكون فيه طماط، فيه بقدونس، ما شنو السوالف هذه، كزبره ما ايش اسمها. المهم تحط لك يعني تشكيله طيبه تتريق عدل، لان هو الشيء الوحيد اللي يعطيك يمدك بالطاقه طول اليوم. يعني انا امس جربت اتريق ريوق خفيف وعادي، للاسف انه بنص الطلعه ورشه امس خلاص انهار جسمي. يعني ما خلاص ما الجسم ما مهما تضغط ما يقول لك انا ما راح امشي راح اوقف. لكن اليوم بفضل الله الحمد لله تريقت عدل، وهذا انا اموري طيبه ولا ادري عن الجوع يعني ولا ادري عن التعب. الشباب ما شاء الله تعلموا. انا اكثر شيء يفرحني نجاح الشباب انهم يطبقون كل افكارهم. يعني ما شاء الله وياي اخوي عبد العزيز شايف تبارك الله اول مره يطلع يفتح ويقلب سياره اول مره. تخيل يعني صار تشويحه كينج، وبعدين صاد شعب وصاد الجو وصاد ما شاء الله. يعني هو اكثر واحد صاد. بعدين اخوي ناصر المزيدي كاهو صايد صايد الهليكوبتر اللي هي تليب الدو، طبعا قبلها صايد البتحة. الوحيد اللي ما صاد ويانا الهادري، لان طبعا تفقد تركيزك اذا كنت متعور، وهذا انا شيء متأكد مليون بالمئة. لو حتى لو الصيد حاضر ما راح تقدر يعني تستوعب الافكار اذا انت متعور او فيك اصابة. جسمك يكون تركيزه كله على الاصابة والالم، لو احتمال يزيد وهو اساسا اصابة خفيفة، لكن مع التوتر يزيد الألم. معذرة.
جماعه شو صايد ها صايد هو يبي هذي عرفت انه يشوف راسه من الحار قطه الكلب شفته؟ شفته؟ شوف يا جماعه انا اليوم اقول حق ربعي كل السمك يسوي تك 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 الا الشعم كذي عدل عدل كف والله عود شفته كذي ما شاء الله عود قسم بالله اكثر واحد بدع بذحه شوف ليش يسمونه شوف البذحه شوف سبحان الله شوف تطلع حلجها شوف عشان تاكل شوف تطلع حلجها لي برا راها الشباب لف شوف اخت اللي عندك شوف تطلع حلجها برا عشان تاكل شوف هو برا شنو بحياتنا الله يعطيكم العافيه لا 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 اشوى انها بغيبوبه نفس هذه بعين واحده اي الله يعطيك العافيه جواكم الله وين عيونها؟ راح لا شطها بعينها هو الله يعطيكم العافيه الربع سامحونا على القصور وبرافو عليكم ورشه تب تعلموا وصادوا وطبقوا كل التكنيك اللي يبون يتعلمونه الله يعطيكم العافيه الله يعافيك اكثر تكنيك عجبك شنو؟ اكثر طريقه تصيد تب ووتر وانت؟ تب ووتر كرانك بيت جيرك بيت كلهم الله يعطيك العافيه ابو علي ما يحتاج كفو الاستاذ السلام عليكم العافيه يا شباب سامحونا على القصور كلمه حق اخوانكم من جميع الدول العربيه يتابعونكم وترى كلهم مستمتعين بالفيديوهات كلمه اخيره لهم الله يعطيكم العافيه الساعه المباركه لما تشرفونا وتشرفون اخونا وصالح وما يقصر وياكم ان شاء الله. الله يحفظك يا رب. تابعوا كل شيء جديد قناه وصالح. انكل كاست. انكل كاست. ملك اللفاح. ملك اللفاح. انكل كاست فولو سبسكرايب لايك. شير. كفو. الله يعطيكم العافيه حبيب. حبيب. حبيب سلام عليكم. خلصنا الورشه. تبارك الله خلصنا الورشه هذا. شوفوا السيف يا جماعه. اخونا ناصر مزيدي تكفى شوف الله يعطيك العافيه الله فشلتنا جي احرجتنا والله احرجتنا الله يعطيكم العافيه شباب وصبحكم بالخير ورشه دفار اليوم السبت لفاح شعم هذه الورشه الثالثه طبعا انا راح اجمع لكم الثلاث ورش بفيديو واحد عشان تستفيدون من اغلب المعلومات والاشياء الجديده او اللي ما انتبه بالفيديوهات القادمه اشياء عدلتها الحين وبيكم تستمتعون الله يعطيكم العافيه خلينا اعرفكم على الشباب اليوم وياي من الكويت اخوي عبد الله مسليم محمد الفارسي اخوي محمد الفارسي ابو عبد الله وهناك مشعل بقماز ناخذ امس وياي واليوم وياي هذا المدير الشاش جديد ايه دايم وياي اول داعم لي يعني الله يحفظكم يا رب حبيب حافظك الله شلونك الله يعطيك العافيه جهز شغلك طبعا اللي ما تعرفونه انا توني اكتشفت هالشيء بلغوني فيه الشباب انهم كانوا زملاء دراسه الثانويه بالمعهد التجاري وتصادفوا اليوم عندي بالورشه صدفة شباب 13 سنة تبعون بعض ما شاء الله والله العظيم يوم شفت مساق اقول ها هو ولا ما هو يوم نزل الحين قلت خلاص هو سبحان الله أيوة. الله يطول اعماركم يا رب يخليكم بعيالكم يا رب الله يحفظكم كدعم من اخوي مشعل بقماز جاب لنا هالصفارات حق السيفتي تشوفونهم حق الاخوه المشتركين بالورشه الله يعطيه العافيه وما قصر اقول له شكرا على الفكره امس قال لي على الفكره واليوم جاب لي الصفارات شكرا اخوي مشعل بقماز ابو عثمان انا احيي البطل عثمان عبد الله المسيليم انت يقول لي الوالد انك وايد تتابعني انا اقول لك شد حيلك خليك مثل ابوك وتعلم هوايه ورياضه تفيدك وتمنعك وتقضي وقت فراغك وتمنعك عن الاشياء السيئه الله يحفظك يا رب ويخليك للوالد وان شاء الله نشوفك وياي بالطلعات الجايه باذن الله خليه هو يجيبك وهو يسمعني الحين
وتطلع وياي ورشه باذن الله. حبيب الله يحفظك. الحداق انت متعود انك تركب السناره على خصرك بعدين تسحب بالماكينه السمكه تسحبها هني الفايت هني. لا هذا الكلام مو صحيح، لان انت شنو اللي محتاجه؟ انت السمكه من تصيدها ترفع، شوف ظهري شوف ظهري شوف ظهري، ترد لي ورا وانت نازل تلم الراخي، بس ماكو فايت مع السمكه بالدراج القصبه، بس الفايت بالقصبه. الحين القصبه 2 × 10 جرام، تشيل السمكه 20 كيلو، نعم تشيل السمكه 20 كيلو، لكن مو بالطريقه الخاطئه اللي يعتقدها الكل، اللي انا احط السمكه هني صايدها ارفعها نفس طريقه الكرين والف وانزلها بالطراد او على السيف. ان انا اشيل السمكه، لا السناره مو مصممه انها تشيل السمكه، انت يعني تسوي الفايت كله، السمكه وصلت هني ابطل البيل اقضب الخيط ارفع السمكه واقطها بالتب. اوكي انا اعطيك التشويح، اول نظريه التشويح. التشويح سلمك الله، اول شيء القصبه مع ايدك هني، شوف اول شيء ايدك هني، ثلاثه هني، اصبع قدام، الاصبع هذا تستخدمه للخيط، الابهام هني دايم، يعني تصير العصا قطعه من ايدك. انت لما تجي تشوح تاخذ البيل يكون عندك هني، تلم الخيط بصبعك ما يكون داخل، لا طبعا تحط العكس عفوا، ثلاثه واحد ورا، تحط صبعك، لان انا ايدي صغيره، تحط صبعك هني بحيث انه يكون راخي. اوكي بعدين لما تجي تشوح العصا ما تكون جنب وتشوح، يعني نفس الطريقه هذه جنب جسمك، لا بتكون ورا. اوكي القوه ما لها علاقه بايدي هذه، هذه شنو فائدتها؟ ايدي توجه يمين يسار. اوكي اذا رحت يمين بيروح الميرور عكس وكذي. انا الحين شوف هذه المسافه المطلوبه، ترى مو مطلوبه بعد، لكن كل تركيزك ان ايدك كذي اقوى شيء عندك وتبطيلة صبعك، مالك شغل، انسى الميرور وانسى الماكينة وانسى الخيط. طبعا هذا ابو عثمان طبق النظرية. ايه يا سلام عليك، شوف شنو سبب التقويسة هذه اللي صارت بالهواء ابو عثمان، شنو سببها؟ انك بطلت ايدك فوق والميرور فوق، لازم تبطله وين؟ هني، شوف تركيزك على صبعك، مالك شو، انسى انسى العصا انسى الماكينه، ركز على الصبع. القوه صح، الباور صح، بس ركز على الصبع. ايوه لم بس عادي. طبعا هذا قافل الدراج، بطله شوي اسوي كذي عشان القياس كذي. اوكي لا خله راخي، خليك هدوء، عرفت يعني صبعك كذي. اوكي لا هو داخل ولا هو برا ولا ضاغط كذي، وهذه هني الخيط مو على الخط هني. يلا الحين جر لحظه بس خلنا اوخر اغراضي. يلا نفس الشيء نفس الشيء عادي، رد لفه ايوه واخذ. ممتاز مره ثانيه وياك انا لو تقعد لين المغرب. يعطيكم العافية يا شباب، طبعا للحين دايخ انا وياه عشان اطلع ميرور واحد، شوف عشان تي احب استخدم البوكس الجديد اللي هو اللور لوك، للاسف اليوم نسيته اجيبه وياي، لكن ان شاء الله المرات الجاية. شكرا لكم. انا ابي اهداء حق منو؟ تكفى شوف 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 المزيزي، اهداء حق منو؟ عثمان اهداء حق اللي قالوا ما راح تصيد شيء كلهم. زين اول ابي اول واحد، اول واحد من عثمان، عثمان المدير، عثمان تكفى شوف ها شوف المزيز ايش حالاته، هذا لما يكبر يصير طولي هذا، فعشان تشي شوف شو نسوي انا والوالد. شوف بطل بيل بطل بيل، تبارك الله ابو عثمان اصلي، شوفه 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 ما شاء الله شوفه، لحظه لا يفلت شوف، تكفى ابو عثمان على الاتوميك الوردي، عثمان شوف تكوى تشوف اول وحده استاذ إيه؟ علمانه تكوى قول له استاذ ابو صالح علمانه الله يحفظك، عطى عطى كلمه حق عثمان
شوف المره الجايه ان شاء الله راح اجيبك معانا ويعلمك بعد. كفو ما شاء الله تبارك الله، هذا الشعب الاصلي. شوف يبا، عشان الحفاظ على البيئه ودوله الكويت، البيئه البحريه بدوله الكويت، انا ما راح اسوي شيء. شوف يبا، امسك اقضبه، ايه نزله بالماي. شوف شوف شوف، ها شوف ايش كبره ما شاء الله. صايدة منه تكفى بعثمان، هذا الثاني. ها امسك سمكه، ارفع الماكينة، تكفى ارفع الماكينة على الماي. ما شاء الله تبارك الله، هذا اخوي بعثمان. انا ما ادري كان الصوت يطلع ولا لا، لكن شوف تبارك الله على الايكو جير الزورية. شوف ايش حالاته، شوف الحجم ما شاء الله تبارك الله. عاش بعثمان. ما شاء الله نزلوا الكاميرا يا جماعه، شوف الحجم. شوفه اصلي ابو عثمان، فكوا شوف الحجم، داش بعده، ها داش بعده، ترى السناره تحوش الماي. بطل البيل، بطل البيل، بطل البيل. شوفوا تبارك الله ابو عثمان، اصلي اصلي. شوفوا الميرور يا جماعه ايش كبره، ها اصلي اصلي. الله يعطيك العافيه، قط السناره بالتب. ووه غصت وراه، لا ما ابي سكين. سكين حق شنو؟ لا 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 لا، قص الخراب، اي والله قصه. تعال والله فكره. شوف طبعا انت سمكه فيها الميدار، وهذا من الاشياء الخطره جدا ان السمكه فيها الميدار، فتحاول تقضبها بحيث ان هني ومن هني تضغط. اوكي انا اقول لك، انا لا تسحب قبل شوي، سبحان الله رد وطقه مره ثانيه، رد شوح. بس احنا الحين هذا بالسيفتي. اوكي ما شاء الله، شنو هذا ابو عثمان؟ تكفى تكفى. ويانا ابو علي حبيبي مشعل ابو قماز، ابو عثمان، عبد الله، عبد الله مسيلم سليم، الله يعطيك العافيه. وياي ابو عبد الله الفارس. والله بطل ابو عبد الله الفارسي، الله يعطيك العافيه. ناخذها، الله يعطيك العافيه. وني ويانا اخونا تعرفنا عليه، اسمك بدر الناصر، والله وستين نعم. وهناك ابراهيم المحبوب، ناخذ انا الكبير. طبعا خلصت الورشه، سامحوني على القصور، الله يعطيكم العافيه. كلمه المتابعين ابو عثمان من جميع الدول العربيه، انصحكم في الورش هذه، اي شيء جديد اللي بجرب الحداق، يعني الجيك واللفاح هذا عالم ثاني كلش، يعني انصحكم. استمتعت؟ اكيد، حتى لو ما صيد يعني كافي السحله بس. الله يعطيك العافيه. انا براويكم بس اللي صاده ابو عثمان ما شاء الله. طبعا انت وشفت، انت وشفت التصوير، لا مو سمكه واحده، انت صدت وايد بس رديتهم بحر. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. وهذا صيد اخوكم ابو عثمان، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الحجم عدل ابو عثمان، الله يعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شوف شوف الحلج عود، شيء خرة يا جماعة، شيء خرة. صيد أخوكم وعثمان، الله يعطيك العافية أخوي عبد الله محمد، محمد الفارسي، ستين نعم. طبعا من ابطال رحله اليوم، كلمه حق متابعيني من جميع الدول العربيه. اول نصيحه، اي ورشه لا تفوتكم، الله يعطيك العافيه. اذا ما صدتوا استانستوا، الله يسلمك، هذا اول شيء. ثاني شيء، هاي ثاني مره لك، هاي وايد استفدت منك، الله يحفظك، كل مره قاعد اتعلم صدق منك،
الله يحفظك يا رب. والحمد لله ان شاء الله نوصل يوم من الايام واصيلك باذن الله. طال عمرك انا بعض ما عندكم كله بفضل دعمكم حبيب. مشكور. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. وكلمه حق متابعيني ابي شنو تنصحهم؟ لايك لا 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 اهم شيء لايك سبسكرايب كل المواقع عم تجري اوكي شير سبسكرايب لايك يلا انت اللي قول لهم صوتك انا ايه؟ ما اعرفهم قول اول شيء لايك سبسكرايب اي وشنو شير وشير وكومنت اكثر واحد يشير انا بالجسم حبيب عبد الله حبيب الله يحفظك وعثمان لايك سبسكرايب وشير وقول كلمة حق عثمان أبي هو اللي طالعني الحين. مرة يا إن شاء الله أحيبك معي. سمعت؟ بس ها تلبس عدل وتغطي راسك عدل تسمع كلام الوالد إذا ما قعدت عاجل وما شديت حيلك بالمدرسة ومتفوق ما راح تطلع ويانا. ما يعطيك هذه. حبيب أبو علي حبيب مشكور كلمة حق ربعي. على راسي الربع وما وصيكم ترى. زلم خشنة الله يحفظك يا رب ما شو قال بالإيراني بس أوكي زلم خشنة إيراني ولا مغربي ها ما أدري شنو العربي الله يعطيكم العافية يلا السلام عليكم أخوكم شارع عبدلي شكرا لمتابعتكم صوت ورشتنا تكفى تكفى شوف منو لقيت وأنا طالع قسم بالله زنود حدقته بعد طلعتنا لي طاول أمس حداق ولا لفاح لفاح كلها لفاح ما تردون الحداق خلاص ها زفر وصلاخ ومصير وشرايب لقيت شرايب ها تروح البنغالي يقص عليك عرفت شو رايك باللفاح حلو ايش صار على الماكينه اخذت ماكينه نواف سلم لي على نواف سلم لي على عبد الله الحبيب يوصل صح الله يسلمك تبون شيء سلام سلام يلا الله طبعا علينا ربعي ها ربعي اتحداكم انا اللي عنده ربع نفسي اتحداه يلا فم الله